بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات هنا من عاصمة الميادين، من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق الشوط 11 والمخصص أيضا للإبكار محليات الأصائل. هنا الصدارة والمقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات، الصدارة هناك أيضا، والانطلاق الجميل أيضا. سالم بالويهي بالزفنة العفاري ينتقل مع المركز الثاني، وتتقدم الشاهينية أيضا، يتقدم خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، والوصول من سلهودة، وصلت سلهودة وتقدم حمد بن حسين بن علي ايضا الجرحب. بينما المركز الرابع هنا، التواصل هناك ايضا من عقال، ايضا سعيد بن محمد بالكيلة العامري. والمركز الخامس اتابع هنا التحدي والإثارة في هذا الشوط. يا سلام، الله الله الله، امصيح ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي. والمركز الخامس هناك ايضا من القادم هنا ايضا، والمنطلق الشاهينية ناصر بن علي بن خصيبة الظاهري. وهناك ايضا اتابع من الجانب الايمن، اتابع هملولة، اداء هملولة تحدياتها هنا والإثارة في هذا الانطلاق. يا سلام، هناك ايضا اعزائي المشاهدين شعر محمد بن حمد بن كردوس العامري. والمركز السابع هناك ايضا الوصول اعزائي المشاهدين ايضا من القادم في هذه اللحظات من المنطلق، المنطلق احلى ايضا امتحان حميد بن راشد بن غالب المنصوري. هنا ايضا فتى الوثبة هنا حاضر في هذه اللحظات، وهناك الشعارات القادمة والباحثة عن الناموس، الاسماء العملاقة هنا المدونة في هذا الكشف. هناك ايضا الوصول اعزائي المشاهدين من نصيبه، تقدم هناك شعار بالزفنه عبد الله بن سيف ايضا الزفنه الحرسوسي، ولكن هناك ايضا وصلوا اهالي الطلايب، وصلوا اهالي الطلايب مقدمين هملوله احمد بن مطر بن عميره الشامسي، ولكن هناك سرابه هي من تتسرب. علي بن سعيد بن راشد الراشدي يتواجد في هذا الاداء، عوده الى الصداره، عوده مع المقدمه، عوده مع المركز الاول، التحديات والاثاره هنا. المركز الأول هنا، الاندفاع في هذه اللحظات، ما شاء الله، صدارة مع بالكيلة هنا، الصدارة مع بالكيلة مع المركز الأول، المقدمة هنا، الصدارة والمقدمة هنا أيضا مع الرباعية المربع الذهبي. الله الله الله، ما شاء الله، صدارة هذا الشوط مع بالكيلة، هذا شعار بالكيلة هناك على الصدارة مع المقدمة، ولكن التحدي والإثارة أيضا من رودينا سالم بالويهي بالزفنة العفاري هنا. والمقدمة هناك أيضا ما زالت عقار، أيضا سعيد بن محمد أيضا بالكيلة العامري المركز الثالث أيضا في هذه اللحظات. الوصول من الشاهينية خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي. والمركز الرابع أتابع هناك أيضا أمصيح ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي على المركز الرابع من القادم هنا من المنطلق في هذه اللحظات. في هذه اللحظات هناك الوصول من صيبة عبد الله بن سيف أيضا الحرسوسي، وصل، وصل الحرسوسي مقدما هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الأداء المميزة بهذا الشعار. ولكن أشوف الشاهينية، أشوف شعار بخصيبة له رأي آخر، ناصر بن علي بن خصيبة الظهري. يا سلام يا سلام يا سلام، الوصول هناك أيضا من نوادر، وصل وهالي الطلايب، وصول هناك أيضا سعيد بن السهيل اليبهوني الظهري، هنا أيضا قادم من ميدان التراث لكي يشارك هناك أيضا في هذا المساء مع نوادر. بينما هنا التحدي والإثارة أعزائي المشاهدين، هملولة 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 محمد بن مسلم بن غزول العامري هنا، عودة إلى الصدارة مع المركز الأول هنا. الله الله، عقار هناك أيضا تتواجد على صدارة هذا الشوط. الكيل الأخير، الكيل الأخير هنا على الصدارة والمقدمة، المركز الأول سعيد بن محمد بالكيلة العامري هنا. روح
يا العامري، روح يا العامري، روح مع الصدارة هنا، عمار يا العامري، عمار هنا على هذا الأداء هنا. السلام عيناوي، التحية عيناوية، مدينة الخضرة والجمال تحتفل بهذا الشعار، تحتفل بهذا الأداء الجميل هنا. جولة الأوامر ما شاء الله، خلاص بدأ الانفراد، بدأ التحدي، بدأ العرض هنا، بدأ العرض الجميل. الأمتار هناك أيضا المجنونة الذي يقدم هذا، هناك سعيد بن محمد بالكيلة العامري مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول هنا. تهانينا 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 على هذا الأداء، تهانينا على هذا العرض الجميل هنا بدون أي منافس ولا شبه منافس هنا مع صدارة هذا الشوط. عقال هناك أيضا مع صدارة هذا الشوط، الشوط صاحبة الإنجازات، صاحبة العروضات الجميلة هنا مع صدارة هذا الشوط. هناك أيضا فلله درك سعيد بن محمد بالكيلة العامري هنا أيضا الذي سطر حروف من ذهب هنا في هذا الميدان وفي هذا المهرجان الغالي هنا. سلام يا طوية سلام، سلام يا طوية سلام. هناك أيضا محمل على ظهر عقال على صدارة هذا الشوط مع المقدمة. تهانينا تهانينا والناموس لحظات الفوز والانتصار هنا إلى خط النهاية. المركز الثاني، المركز الثاني أعزائي المشاهدين لحظات الوصول العبور. هناك أيضا كان من نصيب أعزائي المشاهدين نوادر سعيد بن مطر بن محمد رميذي، والمركز الثالث كان من نصيب ثالث المراكز أيضا أعزائي المشاهدين الدخول. هناك أيضا من هملول محمد بن مسلب بن قزول العامري، والمركز الرابع أيضا أعزائي المشاهدين. هناك أيضا نوادر سعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري، والمركز الخامس كان أيضا هناك أعزائي المشاهدين اللي هي الشاهنية أيضا بالفعل ناصر بن علي بن خصيبة الظاهري. عودة إلى التوقيت الزمني أعزائي المشاهدين لحظات الوصول العبور هناك إلى خط النهاية. أيضا قدمت العرض الجميل اللي هي عقار محمد أو سعيد بن محمد بالكيلة العامري، قدمها هنا أيضا لكي ينفرد مع الكيلو الأخير أيضا أعزائي المشاهدين مع هذا الشعار الجميل والمميز. هناك أيضا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية عبر هناك أيضا شاشة أبو ظبي الرياضية والناقلة من قلب الحدث 7:34 وفاء وتماما وكمالا. المركز الثاني أيضا اللي هي وصلت على ثاني المراكز أيضا نوادر سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز الثاني، والتوقيت الزمني للمركز الثاني اللي هي نوادر على المركز الثاني و7 دقائق بلا شك. هناك أيضا قدمت العرضات الجميلة تشكر عليه، بينما هنا أعزائي المشاهدين 7 دقائق وأيضا 40 ثانية 6 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث هملولة محمد بن مسلب بن قزول العامري على المركز الثالث الذي تتواجد هناك أعزائي المشاهدين بهذا العرض الجميل 7 دقائق أيضا أعزائي المشاهدين. أو هناك أعزائي المشاهدين هناك نوادر سعيد بن سهيل يبهوني الظاهري و7 دقائق 41 7 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس الجميل.